بعض ماسك لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب والبقع والنمش. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا مختلف، هنعمل مع بعض وصفة طبيعية 100% من حاجات إن شاء الله تكون متوفرة عندنا جميعا. الوصفة الطبيعية هي ماسك لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب والنمش اللي في البشرة. الوصفة دي أنا مجرباها من زمان، بقالي سنين بستخدمها من أيام المدرسة والكلية، كنا بنعمله الماسكات دي وكنا بنقول الوصفات لبعض وبنشوف أحلى وصفة ونستمر في استخدامها. الوصفة دي جميلة جدا صدقوني، بس تواظبوا على استخدامها، يعني مش تستخدموها مرة وخلاص، هي مش طبعا مش هتجيب نتيجة من أول مرة، هتعملوها على أقل مرة في الأسبوع أو مرتين. هي مش مكلفة خالص. المكونات بتاعتها عبارة عن إيه؟ عبارة عن نشا وموارد. نشا وموارد أظن كلنا عندنا النشا في البيت بنستخدمه، والموارد بنحطه على المية أو بنحطه في المهلبية ورز بلبن، فموجود عندنا على طول. دي وصفة طبيعية 100%. معايا هنا معلقتين كبار نشا، وهحط عليهم كوباية موارد. ده موارد مخفف مش موارد مركز. هاخد كوباية موارد كوباية كاملة على معلقتين كبار نشا. صدقوني انا مجربة الوصفة دي، مش بقول لكم وصفات كده وخلاص. خلاص اخدت كوباية من ماء الورد زي ما انتم شايفين على معلقتين كبار نشا اللي هو كورن فلاور. هحط معلقتين النشا وعليهم كوباية الموارد على البارد، وهرفعهم على نار هادية لحد ما النشا بتاعي يلم مع ماء الورد ويبقى زي العجينة. هوريكم دلوقتي، هرفعه على نار هادية وهوريكم. رفعت النشا وماء الورد على النار، هفضل اقلب كده لحد ما يلم معايا ويبقى عجينة. انا حطاه على نار هادية اهو، بيلم معايا بمنتهى السهولة. بصوا عشان يستوي ويتقل، مش عايزاه مكلكع اهو، بيبتدي يلم. لو عايزين تزودوا الكمية هتضعفوا المقادير. اهو يا حبايبي النشا لم معايا واعطاني القوام الكريمي، هطفي عليه النار. حلو قوي القوام ده عشان ما يتقلش مني، اول ما هطفي عليه النار هيتقل تاني، فانا عايزه القوام ده اللي انتوا شايفينه. هفضي الماسك بتاعي في علبه. بصوا القوام بتاعه هو ده القوام اللي انا عايزاه، عايزه لونه يبقى ابيض كريمي ما يبقاش شفاف. لو بقى شفاف هيتقل منكم، هيبقى عامل زي المهلبية، انما القوام ده حلو قوي. هنستخدم الماسك بتاعنا ازاي؟ طبعا هنسيب الماسك بتاعنا لحد ما يبرد خالص، مش هنستخدمه وهو سخن، وبعد ما يبرد هنستخدمه. طريقة الاستخدام، هنغسل بشرتنا بمية دافية عشان نفتح المسام، المية الدافية بتفتح المسام. وبعد كده هننشف البشرة بطريقة الطبطبة، مش هننشفها مرة واحدة عشان لو نشفناها مرة واحدة هنجهد البشرة، يبقى هننشف بطريقة الطبطبة. وبعد ما ننشف البشرة هنفرد الماسك بتاعنا بطبقة خفيفة وهنسيبه لمدة نص ساعة. بعد نص ساعة هنلاقي الماسك بتاعنا بيشد على البشرة، معنى كده اللي هو جايب نتيجة فعالة. بعد نص ساعة بالظبط هنغسل الماسك من على بشرتنا بإزازة مية ساقعة أو مية وفيها مكعب تلج. المية الساقعة بتنقي البشرة وبتشيل الهالات السوداء حوالين العينين، يبقى هنغسل البشرة بعد ما نشيل الماسك من عليها بمية ساقعة أو مية وفيها مكعب تلج. بنكرر الماسك بتاعنا مرة أو مرتين في الأسبوع عشان يجيب معانا نتيجة.
وان شاء الله تقولوا لي على النتيجة بتاعة الماسك في التعليقات بتاعتكم. هسيب لكم مقادير الماسك في صندوق الوصف، ولو عايزين تضاعفوا الكمية هتضاعفوا المقادير. لو عجبتكم طريقة عمل الماسك بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.